هذا واغتالت عناصر مسلحة مجهولة العقيد نبراسة معاون مدير المراقبة في جهاز المخابرات العراقية أمس الأول في منطقة بلدية شرقية العاصمة العراقية بغداد. عملية الاغتيال جرت بعد ملاحقته من قبل مجموعتين مسلحتين، وحدثت مواجهة وتبادل لإطلاق النار ما أردته صريعا، ولاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة. حادثة الاغتيال نفذت في وقت تنتشر فيه عشرات نقاط التفتيش الأمنية، ما أثار تساؤلات حول قدرة وإمكانية هذه المجامع المسلحة من تنفيذ عملياتها دون ملاحقتها واعتقالها. ربما من قبل بعض الشخوص الذين رضوا لأنفسهم أن يكونوا جهات أو محطات أو عناصر يعملون وفق أجندة مخابراتية تحاول العبث في الأمن العراقي، وبالتالي أي شخصية أي مسمى من المسميات يؤثر على بعض المفاصل المعينة تحاول تصفيتها عن طريق فرق الموت. هذا يعطينا طابع على أنه من يقف خلفهم، لابد أن نتساءل من يقف خلف هؤلاء لكي يتحركوا بأريحية تامة. يعني هذا أعتقد اليوم من ينفذ عملية اغتيال وهو يتصرف بأريحية، معناته أن هنالك من يدعمه وهنالك من يرعاه، وبالتالي يعتقد في قرارة نفسه أنه حتى إن وصلت الأمور لمرحلة صعبة ممكن أن يكون هنالك بعض التدخلات لكي يطلق صراحة. بالتأكيد هذه مثل هكذا حوادث هي لا يعني لا تحمل بصمات تنظيم القاعدة والتنظيمات المتطرفة. الصورة الواضحة من خلال مثل هكذا عمليات هي عمليات سياسية، خاصة وأننا نقترب من انتخابات، وبالتالي هذه الانتخابات قد تفضي أو ما خلف هذه الانتخابات هو صراع سياسي. يعني تلزمها تفحص فيها.